السلام عليكم ورحمة الله. مواطن من بغداد من مواليد 72، ترك مقاعد الدراسة وحرمه من التعليم، واليوم نجح بالصف الثالث متوسط. عمره 52 سنة واليوم نجحت بالثالث المتوسط بعد انقطاع عن الحياة الدراسية دام 33 عام. يعود صفاء فجر كاظم أبو سجاد البالغ من العمر 52 عاما إلى مقاعد الدراسة، وينجح في الامتحانات العامة الخارجية للصف الثالث المتوسط للعام 2023 من أول محاولة له. أبو سجاد مواطن من بغداد من مواليد 72، ترك مقاعد الدراسة وحرم من التعليم، وما صارت لي فرصة أرجع أكملها بسبب الظروف ومرض الوالد واهتمامي بعائلتي، بس اليوم قررت أكمل الدراسة حتى أحقق اللي ما قدرت أحققه بشبابي. قدمت على امتحانات الثالث المتوسط الخارجية ونجحت بها، وأحضر نفسي لامتحانات الثالث الإعداد الخارجية، بس اللي أتمنى من وزارة التربية هو أن تستثني من سنوات الانتظار إلى اللي مدتها سنتين ما بين الثالث المتوسط والثالث الإعدادي.